عامر الوكيل اعلامي. 2014 كان عام حزين بالنسبه لمصر من وجهه نظري. حصل فيه احداث سيئه كتير، منها اعتقالات عدد كبير جدا من الشباب، نكسه كبيره لثوره 25 يناير بعد ما تطلعنا ان 30 يونيو ممكن تكون تصحيح للثوره، للاسف لم تسفر عن جديد. اتمنى ان 2015 تكون افضل من 2014. حاولنا كتير ان احنا نفرج عن معتقلين كتير وعن ناس يعني بيتقبض عليهم بتهم ملفقه كلها، لكن للاسف الاعداد بتزيد في السجون وما الى ذلك. مصر بتروح من سيء الى اسوأ بقوانين بتصدر بطريقه متخلفه جدا. القوانين بتقنن للفساد، اخرها قانون اسمه قانون الخدمه المدنيه، ده مصيبه كبيره جدا على مصر، بيقنن الرشوه للموظفين، وده طلع قاله بنفسه الوزير. بتمنى ان الحكومه الحاليه والحكومات القادمه ان هي يعني تتعظ مما حدث في الثلاث سنين الماضيه، ما يعتبروش ان الثوره انتهت والشعب خلاص مات وانتهى ورجع للماضي. مبارك اتسجن ثلاث او اربع سنين، حتى لو كان طلع براءة لبس البدلة الزرقاء، ومن الممكن غيره وغيره يقعدوا في السجون كده. بقينا بنشوف اعلانات لحديد عز في التلفزيونات تاني، ولا كأن اي شيء. عز دوت اللي رفع الحديد في يوم من الايام ل 9000 جنيه للطن واكتر، دلوقتي طالع تاني يتكسب من ورا الشعب المصري. اتمنى ان في 2015 الناس دي كلها تختفي ويتقبض عليها بجد وتتحاكم بجد. الفساد موجود وارقام خيالية والشعب بيتنهب، ومصر دولة غنية جدا. اوعى حد يفكر ان الدولة دي فقيرة ولا حد هو صاحب البلد بجد. المصريين هم اصحاب البلد وهم اللي هيقدروا يرجعوها تاني.